البرلمان احتجاجا على واحد المطالب كنبغيو تحقيق ديالها. هاد المطالب كنطالبوا بها منذ سنوات. من هاد المطالب كاين تحسين جوده الدراسه، ثاني حاجه صرف المنح اللي هي منح عن التعويض على المهام التي يقوم بها طالب في الطب والصيدله وطب الاسنان. هاد التعويض لقدر ديالو 21 درهم رغم انه هزيل، الا ان اغلب الطلبه ما كيتوصلوش به، وهذا التاخير يقد يوصل لاشهر والبعض يوصل للسنوات. ثالث حاجه حنا مع تحسين البنيات التحتيه من مدرجات، من مصالح المستشفيات الجامعيه، ومن قاعات تاع لي طرافو دي ريجيو طرافو ولي طرافو لي طرافو براتيك. واذا ما كانش تحسين تاع البنيه التحتيه فما يمكنش انه يتم ادماج طلبه واحدين اخرين. حنا راه ماشي ضدهم وما عندنا لهم لا حق لا كراهيه لا والو، غير انه حنا ديجا عندنا واحد الاكتضاد وما يمكنش فوق هذا الاكتضاد يكون اكتضاد واحد اخر. هاد المطالب اللي قلت هما مطالب خاصين بكاع الشعب، الطب والصيدله وطب الاسنان. عاد باش كاينين واحد المطالب اللي خاصين بكل شعبه، بحكم انا في شعبه الصيدله غندوي على المطالب ديال الشعبه ديالنا. اول حاجه كنطالبوا بالغاء اقدميه ديال السنه باش الفارماسيان اللي يلا تخرج باش يدوز واحد الكونكور سميتو الكونكور تاع الريزيدانه، وكنطالبوا بالتعويض ديالو بسنه اقدميه على اجتياز هذا الطالب المباراه الفينال النهائيه، يعني واحد اكزام اخر اكزام كيكون على الطالب. المطلب الثاني اللي كنطالبوا به هو انه يجب توحيد كاع المضمون، لا من ناحيه الدروس النظريه لا من ناحيه الدروس التطبيقيه لجميع شعب الصيدله في جميع انحاء المملكه، وذلك ضمن واحد الدفتر بيداغوجي وطني. هادو هما المطالب تاع شعب الصيدله اللي كنطالبوا به. ورئيس مكتب طلبه الصيدله ديال الرباط، اذا كيف ما كتشوفوا اليوم من ضمن هذه الوقفه الاحتجاجيه الوطنيه اللي حاضرين فيها الطلبه من جميع الكليات العموميه ديال المغرب، طب صيدله وطب الاسنان. الاهداف ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه هي باش نردوا على مجموعه من القرارات الارتجاليه اللي اتخذتها الوزارتين الوصيتين واللي كتهدد جوده التكوين ديال الطالب ديال الصيدله والطب وطب الاسنان في الكليه العموميه. كيف ما بغينا نشرحوا للراي العام والوزارتين هو انه اليوم الكليه العموميه والمستشفى الجامعي كيعاني من واحد الاكتضاد كبير بزاف اللي كيعيق التكوين ديال الطالب. فاذا كيفاش يمكن حنا نزيدوا واحد العدد كبير اخر ديال الطلبه في واحد المستشفى وفي واحد الكليه اللي ما قادرش تستقبل اكثر من هذا العدد اللي ديجا كاين واللي هو اصلا كيعاني. بالنسبه لنا حنا في الصيدله كاين مشكل على مستوى الاعمال الدروس التطبيقيه، كاين مشكل في لي سال، كاين مشكل في الماتيريال ديال التيبي، كاين مشكل في لي ستاج، التدريب الاستشفائيه والميادين ما كتسمحش انه واحد العدد ديال الطلبه يستافد من التكوين ديالو. وهذا التكوين اللي كيتضرر اليوم واللي غادي يقدر يزيد يتضرر الا كان واحد الا كانت واحد الزياده كبيره ديال الطلبه، الضحايا ديالو اولا هو المواطن المغربي. لان يعني المواطن المغربي مستقبلا غادي يلقى راسو امام صيدلي طبيب اسنان اللي ما نكونش مزيان واللي ما توفرتلوش الظروف باش انه هو يقرا مزيان. ولهذا حنايا اليوم باش نقولوا باللي جوده التكوين خط احمر ومصلحه الوطن قبل مصلحه اي واحد.